السلام عليكم البنات، اليوم درس جديد ان شاء الله على قناتي، وهو كيفاش نصيبوا ستار نافذه بليزانو. عندي انا في الستار اللي غنصيب عندي فيها 80 سنتيم في العرض على 2 متر و70 في الطول. هذه الستاره هذه خديت فيها انايا ضعف ما عندي في الستار، عندي في النافذه فيها 80 سنتيمتر، هنا خديت متر ونص هنايا في الثوب على 3 متر في العرض، متر ونص في العرض على 3 متر في الطول، لان عندي طول بزاف، الحيط طويل بزاف. لي زانو خديت متر ونص، كيف خديت في الثوب خديت قد لي زانو. الملاحظه المهمه البنات اللي خصكم ديروا باش ما تنساوهاش هي ان هاد لي زانو خاصهم يكونوا بالزوجي ماشي بالفردي. هادي خاصهم يكونوا هنايا، مثلا انا عندي متر ونص جاتني فيها 10 ديال لي زانو، يعني كانوا 12 انو، انا حيدت جوج، كانوا 11 حيدت جوج وحده بقاو 10، اذا عندي هما جوج 4 6 8 10 هما هادو اللي عندي دابا. انا هنايا بالنسبه الستار راني ديجا باش نختصروا الوقت، ديجا درتو تكفيفه كامله، كففتو كله، درت له السورجي البلاصه اللي خصها السورجي درتها ليها، والبلاصه اللي ما خصهاش راني غير حيت كاينه لا ليزيغ ديال الثوب غير تنيت عليها مباشره وخدمت كل الثوب، درت ليه العطفه. دابايا غادي ندوزو لا ماشين باش نفيكسيو هذه، وغنوريكم كيفاش غنفيكسيوها وكيفاش غنكملوا ليها الخدمه ديالها. هيا بنا الى ماكينه الخياطه.